قناة الزعفرانية وجسر ديالة ما تنتهي، صار لنا سنة على هذا الحال، ونتأمل من الحكومة خير إن شاء الله. ماكو لا سيارات على هذا الطريق، يعني تضطر إلا لو تروح تصعد ترجع على بغداد الجديدة، لو تبقى تنتظر رحمة الله. يعني تأذينا والله تأذينا، ويومي يعني قال بعد شهر، بعد شهرين، بعد ثلاثة أشهر، بعد أربعة أشهر، وماكو يعني ماكو أي موعد يعني اللي يطولنا يومه، فما نعرف يعني شنو. والله يعني احنا يعني بالحقيقه والواقع يعني يكون يعني المفروض يسرعونا بهذا، يسرعونا به ايش قد يعني ما يسرعونا ايش قد ما يعني احنا المواطن يرتاح، الموظف يرتاح، اي انسان هو يرتاح به. انا قاعد بجسر دياله، انا محلي مثل ما تشوف هنا بمجمع المشن، جاي فره تصير علينا كبيره وتاخير هواي، عمال جاي نعاني من عندها، العمال جاي تتاخر هواي، يعني تحكي وياه وقال لك المعسكر مقطوع، تحكي وياه وقال لك طريق مسدود. فهاي نعاني من عندها. هو شويه احنا حكينا ويا المقاول قبل فتره، حكينا وياه قال بالتاسع يكمل، بس احنا تقبلنا احنا وصلنا التاسع هو تقريبا بعد بي فد ثلاث اشهر اربع اشهر، فشغلته احتمال تطول، فاحنا نرجو منكم وتوصلوا لنا صوتنا شويه يعني يستعجلونا بالعمل. يعني شو وقت يكمل الجسر؟ بس اعطونا مده محدده، هسه اليوم صار تقول يعني يمكن 600 يوم، هسه عبرا الله شاهد عبرا كلنا يعني شو كثير خلاص والله ما ادري. مشروع مجمع تقاطع معسكر الرشيد المسمى مجمع المشن هو متمثل في احد مشاريع فك الاختناقات في العاصمه بغداد ضمن الحزمه الاولى، والعمل حاليا واصل الى مراحل متقدمه بعد اكمال كافه الفقرات من الركائز والاعمده والروافد، اضافه الى صب الحواجز الكونكريتيه الخاصه بالمجسر الفوقاني، اضافه الى اعمده الاناره تمت بها. والمجسر تعرض لعوارض كهرباء لان هو بجانب محطه الكهرباء لمعسكر الرشيد، تم تحويل أغلبية هذه التعارضات وجاري إكمال الفقرات الخاصة بالمجسر، إضافة إلى أعمدة خطوط المي والمجاري والخطوط النفط الموجودة هناك هم تم تحويل هذه الفقرات. المشروع يعني في مراحل متقدمة يعني واصل 80 فما فوق. جسر الفضيلي هو هم أحد المشاريع فك الاختناقات في العاصمة بغداد ضمن الوجبة الأولى المتمثل في تنفيذ ثلاث مجسرات، والعمل مستمر وحاليا وصل همات مراحل متقدمة، يعني هسه حاليا في أعمال الصبغ وأعمال تكميل الرمبات من فرش الحصى الخابط وتثبيت قطع جدران الام سي وول، والعمل مستمر في شفتين إن شاء الله نفس الموسم، إن شاء الله يتقاربن المشروعين، إن شاء الله يتقاربن بالتاسع عشر إن شاء الله خلال الأشهر القادمة.